واسع جدا، إلا أن جوانبها رفيعة كالخنجر. سر هذه المساكن في زاويتها التي تواجه الشمس. تبني هذه النمل مسكنها بزاوية إلى حد أنها عندما تكون الشمس مستوية وقت الظهر تدخل قسما صغيرا من سطح هذا المسكن فقط، وهكذا تخفف الحرارة إلى أقل ما يمكن. هذا النوع من النمل جميعه يستخدم الزاوية نفسها دون أي تحيز. أما الجانب المثير في الأمر فهو أن النملة القائمة بجميع هذه الإنشاءات عمياء. حسناً، هذه الكائنات الصغيرة التي لا ترى أمامها قدر سنتيمتر واحد، كيف تنشئ هذا البرج الضخم مستندة إلى الحسابات الهندسية الدقيقة؟ دافيد أتنبورو، واحد من البيولوجيين المشهورين في إنجلترا، يعلق على هذه الأسئلة في الوثائق التي كتبها في حق النمل بقوله: تسير كل نملة عاملة بتناسق ضمن خطة كبيرة. كيف تنجز هذا؟ لم نبدأ بعد باستيعاب ذلك حتى الآن. هذه الخطة الكبيرة لم يستوعبها الإنسان، بل كل نملة هديت دون أي قيد أو شرط إلى إلهام الله تعالى لها. يعد الطائر النساج معماري ماهر من بين المعماريين في الطبيعة، يبني أعشاشه بنسج الأعواد مع بعضها. قبل أن يبني الطائر النساج عشه، يصنع له سقفا مثلث الشكل أولا، ثم يعقد على كل زاوية عقدة مختلفة عن الأخرى، فلكل عش سقف متين، جدران ومدخل. أول مرحلة في إنشاء العش: ربط فرعة عشب رفيعة طويلة بغصن رفيع، وهذه العملية ليست بهذه السهولة. فربط عقدة واحدة فقط يحتاج من الطائر محاولات كثيرة. ربط العقدة الأولى بالشكل الصحيح مهم جدا، وبالعكس فإذا كانت العقدة الأولى غير صحيحة فلا يبقى أي معنى لمتابعة بناء العش، لأن الخطوات التالية تتبع الخطوات الأولى في الخطأ. تزداد العقد باستمرار وتأخذ شكلا دائريا. يجب على الطائر أن يحسب حجم الحلقات التي شكلها بدقة، فيجب أن تكون كبيرة إلى حد يستطيع الدخول من خلالها، ومع ذلك يجب أن تكون صغيرة حتى لا تسمح للطيور الأكبر منها بالدخول إلى العش. يلتزم الطائر دائما الحجم الأمثل اللازم للحلقة. وهكذا بعدما نسج الحلقة الأساسية للعش وأطراف هيكله، تبدأ مرحلة بناء العش. التقنية التي تستخدمها الطيور النساجة في بناء أعشاشها هي التقنية نفسها التي يستخدمها الناس في النسج. تخيط الأعشاب ببعضها بالترتيب قفزا من الأعلى ومن الأسفل، وفي النهاية تنشأ الأعشاش الرائعة حقيقة بتنسيق هذه التقنية العالية بصبر. عند النظر إلى الأشجار التي تعيش فيها الطيور النساجة، لا يبدو عش واحد فقط، بل يبدو مشهد لمدينة ضخمة مؤلفة من مئات البيوت. ينشئ كل طائر نساج عشه بتنفيذ الخطة المرسومة له دائما. كائن آخر يشبه النحل في هندسته المعمارية يدعى الزنبور. هذا النوع من الزنابير تقضم قطع الخشب، وبمضغ هذه القطع في فمها تنتج السلولوز، أي أنها تنتج الورق.
ثم تستخدم هذا الورق لتبني لنفسها مسكنا دائريا. وبهذا الورق الذي ألصقته بالسقف الداخلي للعش، تصنع خلايا تشبه خلايا النحل تماما بشكل سداسي. تلصق بيضة بسقف كل خلية سداسية. بعد 3 أسابيع تقريبا تخرج الشرانق من البيوض. تقوم الشرانق بنسج باب خليتها الذي تركته أمها مفتوحا بطريقة ذكية محيرة، وهكذا تنجو من السقوط من ثقلها المتزايد. وبعد نموها بعدة أسابيع تخرج من خليتها نحلة كبيرة. تدوم حياة صغار النحلات دون إضاعة أي وقت، والله تعالى ألهمها كل عمل يجب عليها القيام به. تقوم الصغار بتوسيع الإنشاءات التي بدأت بها أمهاتها، وفي النهاية تظهر مستعمرة كبيرة جدا. مملكة النحل هذه قد صارت الآن بناء ذا طوابق كثيرة، وكل نحلة مولودة تنفذ ما ألهمت بشكل دقيق. هذه الفخارة الصغيرة التي ترونها تعود لنوع آخر من الزنابير. ينتج هذا النوع من النحل طينا لاصقا بخلط تراب رطب مع إفرازات فمها. وتصنع فخارا مصمما بدقة، وتشكل الطين بالدوران المستمر. كما في تقنية صنع الفخار التي يستخدمها الناس، ولا تهمل بعد انتهاء الفخار إضافة قسم الفم للأعلى. بعد أن يتم كل شيء تضع ظهرها في فم الفخار وتترك بيضة في الداخل. وبعد إضافة بعض اللوازم الغذائية في الفخار تختم فمه، تطير مبتعدة عنه. الشرنقة الخارجة من البيضة ستكسر الفخار بعد مدة وتخرج وتبدأ الحياة وحدها. هذه هي الفخارات المكسورة والمتروكة من قبل الصغار. تبدأ الصغار الخارجة من الفخار بإنشاء فخار كامل مثل أمها تماما دون أي تعليم. هذا الفن اليدوي الرائع الذي تملكه من إلهام الله تعالى لها. أما العنكبوت فتصنع بيوتها بشباك الحرير الذي تفرزه من أجسامها. خيط العنكبوت أمتن من الفولاذ 5 أضعاف في الثخانة نفسها. حتى الذبابة الطائرة بسرعة كبيرة لا تستطيع النجاة من شباك العنكبوت المطاطية المتينة. يوجد في شبكة هذا العنكبوت قطرات لاصقة، وبهذا يكاد يكون مستحيلا فكاك الفريسة العالقة في الشباك. شبكة لاصقة مطاطية متينة إلى أقصى الدرجات، إضافة إلى أنها تؤدي دور المصيدة.
تعد هذه الشبكة في الحقيقة قطعة من بدنها. تشعر العنكبوت باهتزازات جميع أنواع الكائنات العالقة في الشبكة وتصطادها فورا. أما المكان المنتج للشبكة فالقسم الخلفي للعنكبوت، تمسك بأقدامها الخيط الذي تفرزه وتشده بالجهاز الخاص لذلك. القطرات اللاصقة على الخيوط في الحقيقة كرات من شلل الخيط، عند اللزوم تفتح وتمطط الشبكة بسهولة. بلا شك واهب العنكبوت.